باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لماذا كان يلزم لفدائنا أن يتجسد ابن الله الكلمة، وذلك بحسب تعليم البابا أثناسيوس الرسولي؟ نمرة واحد، هل كان يكفي فقط مجرد صدور أمر ملكي بالغفران؟ يقولون إن كان الله قد أراد أن يصلح البشرية ويخلصها وجب أن يتمم ذلك بمجرد نطق ملكي كريم دون حاجة إلى تجسد الكلمة، أي بنفس الطريقة التي اتبعها سابقا عندما أوجدها من العدم. عن اعتراضهم هذا نجيبهم جوابا معقولا قائلين: سابقا لم يكن شيء موجودا على الإطلاق، فالذي كان مطلوبا لخلقة كل شيء هو النطق الملكي ثم مجرد الإرادة لإتمام ذلك. أما وقد خلق الإنسان وأصبح الأمر يحتاج إلى علاج ما هو موجود، ووصل إلى تلك الحال لهذا السبب، ولكي يبرئ الموجود دعت الضرورة بطبيعة الحال أن يظهر الطبيب والمخلص تأنس واستخدم جسده أداة بشرية. إن لم تكن هذه هي الطريقة المثلى فكيف كان ممكنا للكلمة وقد اختار أن يستخدم أداة أن يظهر؟ ومن أين كان ممكنا أن يتخذها سوى من الموجودين فعلا الذين هم في حاجة إلى لاهوته بواسطة شخص مشابه لهم؟ انتبهوا جدا اللي أنا بقوله، لأن ده كلام لاهوت كنيسة الإسكندرية اللي انتقل إلى كل العالم. فهم في حاجة إلى لاهوته بواسطة شخص مشابه لهم، لأن الخلاص لم يكن مطلوبا لما ليس له وجود، حتى كان يكفي مجرد صدور أمر ملكي، ولكن الإنسان الذي كان موجودا فعلا كان منحدرا إلى الفساد والهلاك. لهذا كان طبيعيا وعدلا أن يستخدم الكلمة أداة بشرية ويعلن نفسه في كل مكان. دي أول نقطة بيشرحها البابا أثناسيوس، هل كان يكفي فقط مجرد صدور أمر ملكي بالغفران؟ النقطة الثانية، أن الموت والفساد قد لصق بالجسد وامتزج به، فكان مطلوبا أن تمتزج به الحياة لتبيد الموت. بيقول إيه؟ يجب أن تعلم أيضا أن الفساد الذي حصل لم يكن خارج الجسد بل لصق به، وكان مطلوبا أن تلتصق به الحياة عوض الفساد، حتى كما تمكن الموت من الجسد تتمكن منه الحياة أيضا. والآن لو كان الموت خارج الجسد لكان من اللائق أن تتصل به الحياة من الخارج، أما وقد صار الموت ممتزجا بالجسد وسائدا عليه كما لو كان متحدا به، فكان مطلوبا أن تمتزج الحياة به أيضا، حتى إذا ما لبس الجسد الحياة بدل الموت نزع عنه الفساد. وفضلا عن هذا، فلو افترضنا أن الكلمة جاء خارج الجسد وليس فيه،
لكان الموت قد غلب منه، أي من المسيح، وفقا للطبيعة، إذ ليس للموت سلطان على الحياة. أما الفساد اللاصق بالجسد، بجسد الإنسان، فكان قد بقى فيه رغم ذلك. لهذا السبب كان معقولا جدا أن يلبس المخلص جسدا، حتى إذا ما اتحد الجسد بالحياة لا يبقى في الموت كمائد، بل يقوم إلى عدم الموت إذ يلبس عدم الموت. لبس المسيح جسدا لكي يلتقي بالموت في الجسد ويبيده، لأنه كيف كان ممكنا إقامة الدليل على أن الرب هو الحياة لو لم يكن قد أحيا ما كان مائتا؟ بيكمل البابا أثناسيوس بيقول: المعلوم أن القش تفنيه النار بطبيعة الحال، فلنفرض أن إنسانا أبعد النار عن القش، فإن القش ولو لم يحترق يبقى رغما عن ذلك مجرد قش، يخشى خطر النار لأن للنار خاصية إحراقه، بينما لو أحاطه بمادة الأسبستوس التي يقال عنها إنها تصمد أمام النار، فإن القش لا يرهب النار فيما بعد، إذ قد تحصن بإحاطته بمادة غير قابلة للإحتراق. كذلك أيضا بنفس هذه الطريقة يستطيع المرء أن يقول عن الجسد والموت إنه لو كان الموت قد أبعد عن الجسد بمجرد صدور أمر من الله لبقى رغم ذلك قابلا للموت والفساد حسب طبيعة الأجساد، ولكن لكي لا يكون هذا حال الجسد فقد لبس الجسد كلمة الله الخالي من الجسد، ولذلك فإنه لا يعود يرهب الموت أو الفساد لأنه لبس الحياة كثوب، ولأن الفساد قد أبيد فيه، أبيد في جسد المسيح. النقطة الثالثة، بيقول البابا أثناسيوس أن صورة الآب ربنا يسوع المسيح أراد أن يجدد خلقة الإنسان الذي خلق على مثال تلك الصورة، فبيقول: ما الذي كان ممكنا أن يفعله الله، وماذا كان ممكنا أن يتم سوى تجديد تلك الخليقة التي كانت في صورة الله، وبذلك يستطيع البشر مرة أخرى أن يعرفوه. ولكن كيف كان ممكنا أن يتم هذا إلا بحضور نفس صورة الله ربنا يسوع المسيح؟ كان ذلك مستحيلا أن يتم بواسطة البشر، لأنهم خلقوا على مثال ولا بواسطة الملائكة، لأنهم لم يخلقوا على صورة الله. لهذا أتى كلمة الله بشخصه لكي يستطيع وهو على صورة الآب أن يجدد خلقة الإنسان على مثال تلك الصورة. في الحلقة القادمة هنتكلم عن باقي البراهين اللي تكلم عنها البابا أثناسيوس الرسولي علشان يشرح حتمية تجسد ابن الله وأن يأخذ جسدا من أجسادنا. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.